مشاهدينا متابعي التلفزيون يوم السابع في كل مكان، اهلا بحضراتكم مستمرين في تغطيه فعاليات الحوار الوطني، واليوم هي المحور المجتمعي. ما يتم مناقشته اليوم الخميس بجلستين هامتين جدا، الجلسه الاولى الخاصه بالثقافه والهويه الوطنيه، والجلسه الاخرى هي الخاصه بلجنه الاسره. الجلسة الأولى الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية تناقش سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية، مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي. أما اللجنة الثانية لجنة الأسرة تناقش ما يرتبط بالعنف الأسري، الأسباب وسبل المواجهة والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي. الجلستين بدأوا بالفعل، الجلسة الأولى من الساعة 12 للساعة 3 العصر، والجلسة الثانية من 4 مساء حتى 7 مساء. خلوني أوضح لحضراتكم نقطة مهمة يمكن تمت الأسبوع اللي فات بعد حضور السيد الرئيس للمؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية المقام في الإسكندرية، واللي تكلم فيه وصرح عن أنه هيصدق تصديق فوري على أي توصيات تخرج من الحوار الوطني فيما يخص الصلاحيات، اللي بيعكس أهمية الحوار الوطني ودوره الكبير الفترة القادمة. ده بيرمي الكرة في ملعب الخبراء والمتخصصين الآن، الأمال المعقودة على توصيات هذا الحوار بتزداد يوم بعد الآخر. كان بدأت بطلب المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار، عندما قدم للسيد الرئيس 3 مقترحات جاهزة للإقرار، وهي موضوعات تتعلق بالوصايا على المال، قانون تداول المعلومات، وإنشاء مفوضية عدم التمييز. إذن السيد الرئيس أعلن تصديقه الفوري على ما يخرج من توصيات من هذا الحوار الوطني، ما يعكس أهمية هذا الحوار، ومن يومها الحقيقة وكل التوصيات بتخرج بقرارات اجتماعات على أعلى مستوى، كله عايز يخرج بتوصيات هامة يتم رفعها للسيد الرئيس ليتم مناقشتها وإقرارها في النهاية. خلوني أوضح لحضراتكم أن المحور المجتمعي بيتكون من 6 لجان: اللجنة الخاصة بالتعليم والبحث العلمي، القضية السكانية، الصحة، الشباب، الثقافة والهوية الوطنية، وأخيرا لجنة الأسرة، وهو ما يتم مناقشته اليوم. من أبرز الموضوعات المتوقع مناقشتها اليوم والخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية البحث عن آليات أفضل لتسويق المنتج الثقافي، أيضا تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية، والتعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي. أما اللجنة الأسرة، لجنة الأسرة اللجنة الثانية التي يتم عقدها في نفس موعد عقد اللجنة الأولى الخاصة بالثقافة والهوية الوطنية، فمن المتوقع أن يتم مناقشة الآتي: ظاهرة انتشار حوادث الابتزاز الإلكتروني والتهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا طرق التوعية الصحيحة والسليمة وغير التقليدية لإيضاح مخاطر هذه الظواهر. إذن نحن مستمرين مع حضراتكم في فعاليات تغطية فعاليات هذا المحور، المحور الهام، وهاتين اللجنتين الهامتين على مدار اليوم، وعرض أبرز ما توصل إليه هذه النقاشات على مدار اليوم على حضراتكم في نهاية اليوم وفي اللقاءات اللي بنستعرضها مع حضراتكم على مدار اليوم. بنشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، وانتظرونا في المزيد من اللقاءات على مدار اليوم. بشكركم شكرا جزيلا.